محمد السطوحي المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من واشنطن. في موضوع آخر، تبادل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني الاتهامات حول ما وصفوه بالتحريض في المناهج الدراسية الفلسطينية والإسرائيلية. فمع بدء السنة الدراسية الحالية، تقدمت الحكومة الإسرائيلية بشكوى لدى الأمم المتحدة اتهمت فيها المسؤولين عن وضع المناهج التعليمية الفلسطينية بتنشئة الأطفال على الكراهية ورفض وجود إسرائيل وفق التعبير الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الفلسطينية حربا معلنة على القطاع التعليمي الفلسطيني. المناهج التعليمية لطالما كانت محور جدل قديم جديد يعكس عمق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. مع انطلاق العام الدراسي في مدارس الأراضي الفلسطينية، أثار منهاج المرحلة الابتدائية الأساسية خلافا حول مضامينه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. عاصمة وطننا القدس. إذن عاصمة فلسطين القدس. الحدود والعاصمة واللاجئون الفلسطينيون، قضايا يدرسها الطلاب في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة. يقول المعلمون إن الهدف منها هو الترسيخ الواضح للرواية الفلسطينية في أذهان أجيال المستقبل، وبما يترجم أهداف الخطط التربوية الرسمية. أهم شيء دولتنا فلسطين بهمنا إن الطالب يعرف عنها كل شيء، سواء عاصمتها، شكلها، امتدادها، حدودها. لكن تلك المضامين قوبلت بتنديد وشكوى رفعتها الحكومة الإسرائيلية أخيرا للمنسق الخاص لدى الأمم المتحدة، تتهم المناهج الفلسطينية بالتحريض ضد إسرائيل وعدم الاعتراف بها. واستند الجانب الإسرائيلي في شكواه على نماذج في المناهج الفلسطينية، يقول إنها تمجد قتل الإسرائيليين. الشكاوى الإسرائيلية كانت تقدم منذ سنوات، يعني هذا هو أمر عادي، يعني كل عام نحن نقدم شكوى إلى الجهات الدولية بهذا الخصوص، وطبعا نحن على اتصال مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في هذا الشأن بموجب اتفاق أوسلو، ولكن السلطة الفلسطينية لم تقم بأي شيء من أجل إصلاح هذه المشاكل. يبدو أن هذه هي سياسة ممنهجة ومبرمجة من قبل السلطة الفلسطينية. هذا مؤسف، يعني بهذه الطريقة كما قلت لن يتم التواصل إلى سلام. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أكدت أن الكتب المدرسية في طبعتها التجريبية الجديدة بالإضافة إلى مناهجها القديمة تعزز الهوية وأصول الانتماء للمجتمع الفلسطيني، وتطالب بإنهاء ما يوصف بالاحتلال. ووجهت الوزارة الفلسطينية تهمة التحريض للحكومة الإسرائيلية. إسرائيل هي من تحتل فلسطين وليس العكس. نحن لن نغير روايتنا، لن نخدم الاحتلال بأي سطر من أسطر المنهاج، ولن نكتب حرفا لا يخدم الرواية الفلسطينية. ملتزمون بهذه الرسالة. عودة أكثر من مليون طالب فلسطيني إلى نحو 2914 مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة أعادت الجانبين لتبادل اتهامات قد تتعلق بمجملها بالمناهج التعليمية، لكنها بالأساس تتمحور حول قضايا سياسية عالقة